10 ايام كان في ضبط لبعض العناصر، وهذه العناصر تم ضبطها يعني يقال انها اصلا هم المنفذين لعمليه الارهابيه. انا بقى عايز اوضح النقطتين دول بدايه. اولا بالنسبه للشق الاولاني فقد ثبت بالدليل القاطع انه لا يوجد اختراق في هذه العمليه، تمام، وصدر بيان من وزاره الداخليه يؤكد ذلك ان لا يوجد اختراق، وان هذه العمليه تمت عن طريق بعض العناصر الارهابيه المتواجده في منطقه حلوان وفي منطقه الجيزه، وتم يعني الاختراق بالنسبه لهم يعني، وضبط بعض العناصر التي ارشدت على بعض العناصر الاخرى، ودي الرد على الجزئيه الاخرى. يعني احنا عندنا كان في عملية تم ضبط فيها أكثر من متهم وتصفية أكثر من متهم في هذه العملية منذ حوالي 10 أيام، وأرشد بعض منهم على حتى السلاح المستخدم، وأيضا على بعض الشركاء. ليس العملية فقط المنفذين، ولكن فيها برضو من يرأس هذه العملية والموجهين والمخططين. العملية مش بسيطة عشان نحن برضو نبقى عارفين، وهذا المجهود الذي يتم من وزارة الداخلية مش مجهود بسيط، يعني هو بتبقى مجموعة عمل أو فريق بحث سواء في الأمن الوطني أو في يعني مصلحة الأمن العام. أيا كان دول بيبقى فيه أجهزة معلومات واختراقات لبعض هذه العناصر عن طريق تجنيد مصادر، وأيضا في النقاش أو الوصول إلى بعض الخيوط بتؤدي الى ان هذه الخلية العنقودية وارد جدا ان احنا نستطيع ان احنا نمسك او نقدر نضبط اكتر من خلية مع بعض. عشان كده الناس مش مستوعبة ان احنا صدر قبل كده انه تم ضبط هؤلاء المتهمين في هذه المذبحة. وطب بيسألوا طب وازاي برضو بتوع راس البر اللي تم ضبطهم دول يكونوا لا، ده جزء من الاجزاء الاخرى. بل انا حزيت شويه، يعني اعتقد ان المعلومات المتوفره تثبت ان في بعض عناصر اخرى هيتم يعني الاعلان عنها خلال الفتره القادمه. نعم. اذا في مجهود جامد جدا بتقوم بيها جهاز المعلومات في وزاره الداخليه للتصدي لهذه العمليات او الدور الاكبر بالنسبه لاجهزه المعلومات، يعني عشان يكون هذه الضربات تعتبر ضربات استباقيه. احنا بنشتغل الاول على عنصر المنع، وزاره الداخليه على منع الجريمه او منع هذه العمليات. احيانا يعني بعد ما المجهود المضني الذي يتم وزاره الداخليه وارد جدا ان بتحدث عمليه او اخرى او في خلايا بتنشا جديده، لكن احنا في صراع جامد جدا بين الجريمه وبين الاجراءات الامنيه. اهم عنصر فيها هو عنصر المعلومات. أكيد. وده اللي احنا بنقول ان في حاله تعافي بالنسبه لاجهزه المعلومات وزاره الداخليه، وفي حاله يعني اعتقد انها تثمر على ان في عناصر كتيره جدا جدا من الارهابيه يعني يمكن هتتكشف عنها خلال الايام القادمه. علشان نؤكد للمواطن المصري ان الشرطه المصريه بخير، ويبقى يحايش الحياه اللي مفترض ان احنا نتمنى الاحساس بالامن يصل اليه. يعني انا بشكر حضرتك اللواء اشرف امين الخبير الامني، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. قضت محكمة جنايات قنا المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط برئاسة المستشار محروس محمد علي وبعد إجماع الآراء وأخذ رأي فضيلة المفتي بالإعدام شنقا ل 26 متهم في أحداث العنف بين قبيلتي الدبودية والهلايل بمحافظة أسوان، وكلنا طبعا متذكرين هذه الواقعة، واللي كان متهم فيها 163 شخص من القبيلتين من بينهم 88 متهم محبوسين. تعود أحداث القضية في جنايات قسم ثاني أسوان لعام 2014 عندما وقعت اشتباكات بالأسلحة النارية والبيضاء بين أفراد قبيلتي الهلايل والدبودية بمحافظة أسوان، وأسفرت عن مقتل 28 شخص وإصابة آخرين من كلا الطرفين.
آخر خبر معانا النهاردة أنه مصر بتتسلم 700,000 طن مشتقات بترولية من المملكة العربية السعودية ضمن اتفاقية لمدة 5 سنوات. مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية أعلن بالفعل أن مصر ممثلة في الهيئة العامة للبترول تسلمت 700,000 طن من المنتجات البترولية قادمة من المملكة العربية السعودية ضمن اتفاقية إمداد شركة أرامكو السعودية لمصر من المنتجات البترولية على مدار 5 سنوات. مشاهدينا الكرام، دي كانت نظرة سريعة على أهم أحداث الساعة. هنتابع مع حضراتكم دلوقتي موجز الأنباء، وبعد الموجز مباشرة هتبدأ أولى فقراتنا الحوارية حول الملف الأبرز، ملف امتحانات الثانوية العامة، وخصوصا بعد موضوع التسريبات اللي حدث مؤخرا. نتابع الآن موجز الأنباء. مع استمرار ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ما زالت مسألة تسريب الامتحان تمثل لغزا كبيرا، رغم ما اتخذته وزارة التربية والتعليم من إجراءات احترازية قبل عقد الامتحانات بفترة كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة. رئيس الوزراء شريف إسماعيل قام بزيارة مفاجئة إلى وزارة التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة. وجه رئيس الوزراء بضرورة التحقيق في واقعة تسريب امتحان اللغة العربية والدين ومعاقبة المسؤولين، مطالبا بتقديم تقرير يومي عن امتحانات الثانوية العامة. واضطرت وزارة التربية والتعليم إلى إلغاء امتحان التربية الدينية للثانوية العامة وتحديد يوم 29 من يونيو كموعد بديل لإجراء الامتحان، وهو الأمر الذي لم يحدث في تاريخ الثانوية العامة من قبل إلا عام 2008، حينما تم تسريب لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية في محافظة المنيا. وتدرس الوزارة مجموعة من البدائل بعد تسريب امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة يتم تطبيقها على باقي الامتحانات حتى نهايتها. وتمت مناقشة هذه البدائل بعد اجتماع عقد مع مسؤولي الامتحانات، ومن المتوقع أن يتم طبع الامتحانات البديلة واستبدالها بالامتحانات الأساسية وتوزيعها على اللجان مع تغيير بعض المسؤولين عن الامتحانات في بعض الأماكن. وتحقق النيابة في واقعة تسريب امتحان مادة التربية الدينية، وتم استدعاء بعض الأشخاص المسؤولين عن امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم. واتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات من أهمها تكليف مأمورية من الإدارة المركزية للأمن لتأمين المطبعة السرية واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التي من شأنها ضمان عدم خروج معدات أو أوراق يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات. وتم إبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع، حيث تولت النيابة العامة التحقيق مع عدد من العاملين بالمطبعة ووضع الأسئلة، وقررت حبسهم احتياطيا على ذمة القضية. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى بعد متابعة هذا التقرير، ومعنا للحديث حول تفاصيل هذا الموضوع التسريبات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ملف التعليم بشكل عام نفتحه مع حضراتكم من خلال ضيوفي الكرام، دكتور محمد المفتي عميد كلية التربية الأسبق أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أيضا بيشرفنا أستاذ فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أستاذ فايز، طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين في البداية. عايز أبدأ مع حضرتك يا دكتور، يعني تابعت إزاي موضوع تسريبات امتحانات الثانوية العامة؟ يعني الحقيقة أنا تابعت، ده مش أول مرة يحصل الحقيقة. يعني أنا تابعت الحقيقة من خلال الجرائد ووسائل الإعلام وكل ما نشر عنه في السوشيال ميديا، وطبعا يعني كلنا بنأسف لما حدث. والحقيقة أن ما يتخذ من إجراءات الآن هي ردود أفعال لما حدث، إنما المهم إحنا لازم نعمل إجراءات وقائية علشان اللي حصل ده لا يحدث مرة أخرى. وطبعا نوعية المنهج ونوعية الأسئلة ونوعية الامتحانات وشكلها هو اللي بيساعد على عملية الغش. إزاي يا فندم؟ ازاي؟ الأسئلة اللي هي موجودة في الامتحانات دي أسئلة بتبقى الإجابات بتاعتها موجودة نصا في الكتب المدرسية. نعم. وبالتالي بيسهل عملية الغش لما في طالب بياخد صورة الامتحان بتصوير موبايل أو خلافه وبيرسله
مدرس او لاي حد يعني ويبتدي يجاوب له على هذه الاسئله، بيفتح الكتاب ويشوف. انما في نوعيات من الاسئله، ودي الاجراءات الوقائيه بقى اللي بقولها لحضرتك، في نوعيات من الاسئله لا يمكن ان يحدث فيها عمليه الغش، لان مش موجوده الاجابه بتاعتها نصا في الكتاب. هي بتسأل في الموضوع نصا في الكتاب، لازم التلميذ يفكر، اللي هي بتعتمد على التفكير والتحليل اكتر، مش مجرد ان هي اجابه محدده موجوده في الكتاب المدرسي. تمام، تفكير وتحليل واستنتاج واستكشاف. وهي دي الطريقه الجديده اصلا في التعليم على فكره يا دكتور. هذا ما يعني ننادي به من فتره طويله، انما يعني لم نجد أذان صاغية الحقيقة. طيب أستاذ فايز، استقبلته إزاي في مجلس النواب موضوع تسريبات الثانوية العامة؟ بداية هو إحنا كنا في اللجنة، ساعة التسريبات ما تمت وخدناها على السوشيال ميديا على المواقع يعني. ولكن اللي أنا عايز أقوله إن التسريبات دي مش أول مرة. بالظبط. ده من 4-5 سنين قبل كده سابقة. ولكن البرلمان وده مش انحياز، لا ده انحياز كامل. ايوه للبرلمان. اللي خلى الموضوع خد شكله دلوقتي وبقت كارثه على مستوى مصر كلها هو البرلمان، اللي الناس اصلا بتهاجم فيه بقالها ليل نهار، بيهاجموا في البرلمان. واخد بالك؟ فلو مش البرلمان موجود والبيان بتاع اللجنه، لجنه التعليم وبيان المجلس خرج بنفس النص واللهجه اللي خرج بيها، هو اللي ادى الموضوع اهميه واهتمام بالنسبه للايه؟ للموضوع تسريب الامتحانات. وتسريب الامتحانات بالمناسبه وجهه نظري انا، تسريب الامتحانات ده مش للغش، لا ده هو في الاساس لاحراج البلد. يعني اللي هو زعزعه استقرار البلد، التعليم يعني اللي يعتبر من اهم مؤسسات الدوله برضه. ايوه يعني بمعنى وانا كلمت الدكتور محمد قبل كده واحنا بره، انه اللي بيغش اولا ماده الدين التربيه الاسلاميه ما هياش للمجموع، وما معناه طالما مش للمجموع يبقى الغش فيها مش ذو قيمه. النجاح ب 50% واي حد هيجيب ال 50%. حصل برضه تسريب العربي للغه العربيه. انا بتكلم في جزئيه التربيه الاسلاميه. التربيه الاسلاميه تم الغائها اصلا. دي تسريبها مش لطالب يغش، ده تسريبها علشان احراج البلد. ان دي جزئيه. الجزئيه الثانيه بقى في اللغه العربيه، الطالب برضه، الطالب اللي هو بيغش لو معاه الآلة الحديثة إن كانت قلم أو ساعة أو كذا أو كذا، وهيصورها وهيصور الورقة وهيبعتها لمدرسه، مدرسه هيبعت له الإجابة عشان يغش. لكن ده ما بعتهاش لمدرسه، ده بعتها على موقع خارجي، يبقى يقصد بها برضو إحراج البلد. أساس المواضيع كلها خيانة، يعني معناها إن في خونة موجودين داخل وزارة التربية والتعليم اللي هم يعني أساسا بيحرجوا البلد في الموضوع. الموضوع يعني حضرتك شايف انه الهدف الاساسي من موضوع التسريبات اللي حصلت هو زعزعه الثقه في مؤسسات الدوله، بس هو ده الوحيد. هي مخترقه يعني. هي مخترقه. وفعلا هي مخترقه. احنا عندنا يمكن في الوزارات كلها مش في التربيه والتعليم. حضرتك بتقول كده عشان الموضوع اتكرر اكتر من مره؟ اتكرر اكتر من مره، ولا علشان السنه دي الموضوع زياده شويه؟ لا الموضوع خد حقه السنه دي وبالنسبه لالغاء التربيه الدينيه. ايوه اخد حقه السنه دي. يعني انا عايز اقول لحضرتك، امبارح انا دخلت على الموقع اللي هو شومينج وقالوا الساعه 8 وثلث 9 الا ثلث هيذيعوا اللغه الانجليزيه. هيعلنوها على الموقع يعني قبل الامتحان الساعة 9 بثلث ساعة. أنا قعدت ما شاء الله لحد ما الساعة بقت 8:30 و9 إلا ثلث و9 ما حصلش حاجة. بالظبط. وكان لسه أستاذ بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بيتكلم على مسألة اللغة الإنجليزية والتحدي اللي هم قابلوه علشان ما يتمش تسريب برضه نفس الموضوع اللي حصل في التربية الدينية واللغة العربية. يعني تم الوقوف أمام حدوث هذا الموضوع مرة أخرى. طيب أنا عايزة أتحول لحضرتك يا دكتور وأتكلم على إنه حضرتك ذكرت لابد أن يكون هناك معايير معينة تضبط عملية امتحانات الثانوية العامة غير نوعية الأسئلة. حضرتك شايف إيه المعايير الأخرى أو الضوابط الأخرى اللي من الممكن أن تمنع حدوث مثل هذه التسريبات مرة أخرى؟ زي ما ذكرت لسيادتك، نوعية الامتحانات ونوعية الأسئلة ذاتها يجب أن تتغير تماما. دي نقطة.
النقطة الثانية، احنا لازم ننظر الى التعليم كمنظومة. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه هي عناصر المنظومة التعليمية؟ في منهج، في معلم، في متعلم، في تقويم اللي هو الامتحانات وخلافه، في الامكانات المادية والبشرية الى اخره. كل دي عبارة